وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإن الصلاة عباد الله هي من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. إذا دخل أهل الجنة الجنة وكانوا في حديثهم وهم في الجنات وفي النعيم، وهم يتحدثون فيما بينهم، فيمر عليهم حديث أو ذكر أهل النار فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ أي ما الذي أدخلكم سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وقال الإمام القرطبي والبغوي رحمهم الله: يتساءلون عن المجرمين، أي عن المشركين، وهذا يعضد أن ترك الصلاة كفر بالله تبارك وتعالى وردة عن دين الإسلام. ولذا فقد ذكر العلماء الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن من ترك الصلاة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من هذه الأدلة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الأخوة حتى يتوبوا من الشرك، ثم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن جاءوا بهذه الشروط الثلاثة فهم إخواننا في الدين. ولا تنفى الأخوة في الدين إلا بأمر يخرج الإنسان عن الملة، ولو كان هذا الأمر القتل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين مع اقتتالهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا المقتول مع أنه ارتكب جريمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى في شأنها وفي حق من وقع فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومع ذلك سماه أخاه. إلا وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بأمر من الكفر والشرك. ومن الأدلة أيضا ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم
الآية 59 قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. قال العلماء: أضاعوا الصلاة إما بتضييع أوقاتها وإما بتركها بالكلية، فسوف يلقون غيا واديا في جهنم فيه صديد أهل النار والدم. فقال الله سبحانه وتعالى في حق من أضاع الصلاة واتبع الشهوات أنه سوف يلقى هذا العذاب العظيم في نار جهنم إلا من تاب وآمن. فمن تاب وآمن دل ذلك على أن من ترك الصلاة لم يكن مؤمنا وكان كافرا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وهذا من أشرف الأحاديث ومن أعظمها في رواتها، فإنه قد رواه الإمام مسلم في الصحيح ورواه أبو داود عن الإمام أحمد عن وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سند كله أئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وهذا قال العلماء بيننا وبينهم أي المنافقين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك يا عبد الله عليك أن تخاف من هذا الوعيد العظيم وألا تتهاون في الصلاة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذا جاء عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: من ترك الصلاة فقد كفر. وأيضا من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور في آخر الزمان قال: خيار أئمتكم أي ولاتكم وأمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. اجمع هذا الحديث مع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا نحن أو بايعنا رسول الله هو صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، أي ولو ظلمنا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة دل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، مع ما رتب الله سبحانه وتعالى عليه من النكال العظيم يوم القيامة ومن الأحكام التي في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فاتق الله يا عبد الله، وأمر من بولايتك
ومن لك عليه يد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تربية النشء على الصلاة، قال: مروهم، أي لأبنائكم، مروهم بالصلاة لسبع. أبناء سبع سنوات يؤمر بالصلاة ويشجع عليها. قال: واضربوهم عليها لعشر، فإذا بلغ عشر سنوات فإنه يضرب على الصلاة ولا يترك. فماذا يقول من بلغ الأربعين والثلاثين، ومن بلغ العشرين، ومن بلغ الحلم وهو يسمع الآذان وينام؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن ترك الصلاة فقد كفر بالله تبارك وتعالى، ويترتب على ذلك أمور، منها أنه لا ولاية له على أولاده ولا على من أعطي واشترط له الولاية، فلا يرجع إليه في تزويج بناته ولا في أبناء إخوانه ولا من هو يستحق عليهم ولاية ما دام أنه ترك الصلاة. وكذلك لا يرث ولا يورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك يترتب عليه أنه لا يدخل مكة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويترتب عليه أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يستغفر له. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله سبحانه وتعالى في الاستغفار له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه ويرفع عنه اسم الإسلام، فهذا شيء يسير مما يترتب على تارك الصلاة. وكذلك لا يجوز له أن ينكح المسلمات ولا أن تنكح المسلمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن، أي لا المؤمنات، حل لهم ولا هم يحلون لهن. هكذا قال الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويترتب عليه كذلك من الأحكام أنه لا تؤكل ذبيحته، فهو في المنزلة أخص من اليهود والنصراني، فإن الله سبحانه وتعالى حل للمسلمين والمؤمنين أن يأكلوا من ذبيحة أهل الكتاب بإجماع العلماء. إذا ذبح اليهودي المجرم أو النصراني الذي يزعم أن الله ثالث ثلاثة، فإن الله حل لنا في سورة المائدة أن نأكل ذبيحتهم. وأما من ترك الصلاة فإنه لا يجوز أن تطعم وأن يؤكل من ذبيحته. ولذلك عباد الله علينا أن نحافظ على هذه الصلوات، فهي نور للعبد يوم القيامة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو أرضا ينتظر الأذان، فإذا سمع الأذان وإلا استعان الله عليهم ثم غزاهم.
فعليك عبد الله أن تحافظ عليها وأن تحتسب الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى في المحافظة عليها. الرجال في جماعات والنساء يحافظن عليها في بيوتهن، وإن شئن أتينا إلى المساجد يصلين لله تبارك وتعالى. فمن ترك الصلاة فيجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفر الله جل وعلا، وأن يندم على ما أسرف وعلى ما فرط من الصلوات، وأن لا يترك الصلاة لا لعمل ولا لدراسة، لا يترك الصلاة أبدا. بل إن الله سبحانه وتعالى ما خفف الصلاة عن المسلمين حتى في القتال، ولو كان هناك موطن يجوز فيه ترك الصلاة لكان موضع القتال والجهاد أولى المواضع وأولاها بترك الصلاة فيه. فتجد العدو يحارب المسلمين ويرميهم بالنبال ويرميهم بالمقاتل التي تقتلهم، ومع ذلك مأمور المسلمون أن يحافظوا على الصلوات وأن يؤدوها وأن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بها. فحريا بنا عباد الله أن نحافظ عليها وأن نأمر بها أبناءنا، وأن لا نفرط في أن نأمر الأولاد والزوجات ومن نعول. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة من أسباب الرزق ومن أسباب التوسعة على الإنسان في ماله وفي أرزاقه وعلى عياله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يفرج همومنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بدينه إلى أن نلقاه. اللهم يا حي يا قيوم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.